البديل والبديل الكفء. في اكتر من سيناريوهات وسيفيهات تعرض على النادي الاهلي بحكمه طبعا وبقدرات كبيره جدا فنيه عاليه، وقع الاختيار على موسيماني. من حظه كويس جدا هو ان النادي الاهلي وقع عليه الاختيار طبعا، واحنا برضو كاهلاويه حظنا كويس ان اخترنا واحد زي موسيماني. هو حابب النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي قبل ما يجي النادي الاهلي، صح؟ فدي بتدينا ارتياحيه كويسه جدا للمنظومه كلها في النادي، صح؟ انه حابب يشتغل، بدليل ان اول ما اشتغل في النادي انا في وجهه نظري ان هو برضو يعني رغم ان هو لعب مباراتين بس حاسس بصماته ابتدت تظهر من الناحيه الفنيه ومن الناحيه برضو النفسيه بالنسبه للعيبه والجو بتاع النادي الاهلي. حضرتك عارفه الفتره اللي فاتت في لعيب ما كانتش بتلعب، في ناس كانت بعيده، هو الراجل عنده خبرات كويسه فابتدى يلم الدنيا كلها بالذات في المرحله الصعبه دي. بالنسبه للكلام انه قد ايه بيحب النادي الاهلي ومدرك قيمته من قبل ما يجي، ده الحقيقه شفناه كمان، كنا في لقطه اتكلمنا عليها قبل كده يا كابتن، لما كان بيلعب قدام النادي الاهلي ونزل صور الجماهير بالموبايل. لو معانا ممكن تتعرض تاني اللقطه دي، الحقيقه جمهور الاهلي بيحبها قوي وبيشوف قد ايه انه المدرب ده فعلا مدرك قيمه النادي الاهلي من قبل ما يجي، ودي حاجه طمنت الجمهور بشكل كبير. دي هتساعدنا كتير في التعامل او في قياده النادي الاهلي الفترة المرحلة اللي جاية اللي هي صعبة جدا، وهو بصراحة يطمن عنده المقومات. بالنسبة للدوري لعب مثلا مباراتين، لعب مباراة المقاولين العرب ولعب مباراة انبي. خليني اسألك، ازاي ممكن نكون شفنا بصمات واضحة جدا لموسيماني من اول مباراتين، مع ان الناس كلها كانت بتقول انه لا مش هيبان بدري كده، بس الحقيقة خصوصا مباراة انبي يا كابتن يعني شفنا اداء رائع من الفريق ككل، وبرضه بعض اللعيبه زي ما حضرتك قلت في لعيبه كانت بعيده رجعت. اكيد هو بالنسبه للمدرب بيبان من اول يوم. مش هقول ان هو مميز جدا واحسن مدرب جه النادي، لا، بس يبقى فيها حاجات واضحه. البدايات بتفرق، هو تعامل اول مباراه مع نادي المقاولين جه يتكلم بكل يعني ثقه ان يا جماعه انا مش من اول يوم اقدر ان انا اغير في تيم النادي الاهلي. بس هو من اول يوم ما خدش راحه، جه مؤتمرات صحفيه وقعد مع مجلس اداره، والراجل من جواه في مخزون شايله للنادي الاهلي، عايز يطلع كل الطاقه اللي عنده. بدا بالمقاولين، لعب مباراه كويسه جدا، مباراه تكتيكيه لفريق المقاولين من الفرق المميزه جدا في الدوري السنه دي، بدليل ترتيبهم في البطوله، عندهم عناصر كويسه ومعاهم الكابتن عماد النحاس عارف فرقه النادي الاهلي. فهو اتعامل مع المباراه بخبرته وبرضه بلعيبه النادي الاهلي التوظيف اللي هم بياخدوه قبل كده. بس حته الثقه، المدرب ممكن يقعد مع لعيب يخليه ينزل يعمل مباراه كبيره جدا، ممكن تقعد مع لعيب او لاعبين ينزلوا وما يبقوش مركزين. فدي من ضمن الحاجات اللي هي موجوده فيه، اللي بيوصل للاعب المعلومه والحاجات الفنيه والتكتيكيه اللي نفذها في الملعب بيخليه قريب من اللعيب، يحس بيه. المباراه الثانيه البصمات واضحه اكتر، لان كان فيها 3 اهداف، كان فيها تغييرات في المراكز، يعني لاعب احمد فتحي ناحيه الشمال، الراجل ادى بروح وادى فنيا كويس جدا جدا وعمل اسيست. بقيه المجموعه في النادي رغم الغيابات، لاعب مثلا اللي هو الناشئ ناحيه اليمين عنده مرونه تكتيكيه.